يا شباب كل واحد موقع زين ما في درس ان شاء الله باذن الله تشوف برنامج ناري المره هذه بشكل متجدد وبشكل مره حلو. تحياتي لكم. يا هلا ومرحبا، كيف حالكم؟ انتظروا ان شاء الله باذن الله في يعني منافسه قويه ان شاء الله نتحدى هذا الرجل. هلا هلا، كيف الانطلاقه اليوم؟ انطلاقه جميله صراحه، يعني ما اكثر من انطلاقه هذه يعني الجميله. ابد ما عليك، احنا الامور طيبه ان شاء الله. همثون ولا المجره ولا الساريه، هذا كله بشاركون فيها صح، بس احنا ان شاء الله متميزين ان شاء الله باذن الله بتفاعلكم، وكلنا اخوان وكلنا مع بعض. وباقي 3 دقائق على الهواء. هلا وغلا. السيطره 3 فرق، وجمهور الساريه وجمهور المثون وجمهور المجره تنافس مثير وتنافس شريف، لكن باذن الله الساريه التحدي الميدان يا حميدان نشوف. صراحه انا متوقع انه بيصير برنامج جميل جدا جدا جدا. بيرقد والله وش بيصير جديد؟ يرقد بالكلب صراحه، ما تعشيت دايم. هلا بالحبيب، هلا بالحبيب. اليوم ان شاء الله انطلاقه السيطره، ان شاء الله ترى فريق المجره يعني لا يفوتكم. معليش يا اسامه، معليش معليش، لكن احنا ترى جايين مشعلين وحالتنا حاله. مين معك المجره؟ ابو غلسه. والله عجبني كلامك. والله كلام كبير، الشباب دول ما يقولوا الا حد. اسمع وديني اسامه. زعل زعل زعل.